ينفعنا عشان الفترة بتاعة الكارانتين دي بس، ولكن هينفعنا على مدى حياتنا. فنسمع من قدس أبونا وهو بيحط لنا أسس كده تفيد كل واحد مننا، تفيد الأسر كلها بنعمة ربنا. ربنا يخليك يا أبونا ويبارك خدمة قدسك أكتر وأكتر ويوسع تخومك أكتر يا رب. أبونا مش مشغول ابونا خالص الرب، مع لا كنايس كتيرة خالص، ربنا هو اللي يقويه يا رب. تعيش يا ابي. في البدايه اشكر ابونا دانيال المحبوب وابونا بشوي المحبوب، الاثنين اباء يعني الواحد يكفينا النظر الى وجوههم. ثانك يو على دعوتكم ابائي، وقدسك صلي لي. احنا يعني وقر ابونا من التضاع بيقول هنتعلم من ابونا بولس. وابونا بولس شخصيا لايس مع عياله، الدنيا مش يعني مش نوت ذات ايزي، لكن احنا هو بنعكز على بعض وبنسند بعض. وانا افتكر كلمه قالتها لي سيده تقيه في مصر، قالت لي ابونا مفيش حاجه بتمشي من غير الصلاه، مفيش حاجة بتمشي من غير الصلاة. فيعني أنا يعني عشان تفتكروا بس إن أنا إيه بكلمكم بقى، يعني أنا عندي العيال ماشيين على عجين ما يلخبطوش وكل حاجة بيرفكت، لا إحنا كلنا في تحت الآلام وكلنا struggling. بس أنا يعني هبدأ معاكم بحاجة كده ترفريش اور مايند النهارده، هحاول نخلص كام حاجه مع بعض. اول حاجه افكركم بقصه الابن الضال، لان فيها رسائل كتيره قوي قوي تنفعنا في الفتره دي. وبعد كده هقول لكم على سبع حاجات، سبع طرق بيرنتينج. السبع طرق دول يعني اخطاء في التربيه. وبعد كده هنقول على الوصايا، نعمل ايه؟ الوصايا هتكون واخدينها من وصيه المعموديه اللي ابونا بيقراها للاهل اللي عمدوا اولادهم في يوم المعموديه، وصيه جميله قوي. طبعا احنا مش هنعيد الوصيه، الوصيه طويله قوي، لكن هناخد دروس مقتطفه منها. حللني يا ابي ابونا دانيال وابونا شوي، حلوني. فهمك يا فندم، فهمك يا بسم ابو الله الحمد والابن والروح برضه. القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وتدوم فينا بركته الآن وكل أوان إلى دار الدهر كلها آمين. أنا الكلمة عربي أبي صح؟ الأغلبية يا أبي عربية. طيب عشان لو مفيش حد هيفهم عربي ممكن أقلب إنجليش، بس يعني أنا شايف الأسماء يعني كله فاهم عربي كويس. طيب نرجع بس لقصة لوقا 15. مثل الابن الضال، بس أفكر حضراتكم بسرعة. بسم الله الأب والابن الروح القدس إله واحد أمين. وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهم معيشته، اديني ميراثي. تخيلوا كده حد من ولادنا بيقول لبابا اديني فلوسي اللي انا هورثها منك، احنا هنعمل فيه ايه؟ including myself يعني. وبعد ايام ليست بكثيره جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى قرى بعيده، اخذ الفلوس وبعد شويه مشي بعيد، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى، فابتدا يحتاج. فمضى والتصق بواحد من اهل تلك القرى فارسله الى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوبه الذي كانت الخنازير تاكله، فلم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أمرائك. خلي بالكم الجملة اللي الابن الضال قالها مش هيكملها مع أبوه، هو قال كده في باله بس هو مش هيكمل ده مع أبوه. اجعلني كأحد أجرائك. شوف لما هو هيقابل الأب مش يعني هيقول إيه. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ما كملش بقى اجعلني كأحد أجرائك. ممكن تتخيل إنه الأب مسك وهو بيحضن الابن إيه
قال له ما تقولش، عيب عيب الكلام اللي انت عاوز تقوله ده، انت ابني مش ممكن ده يحصل. فقال له الابن يا ابي اخطات الى السماء. فقال له الاب لعبيده، فقال الاب لعبيده اخرجوا الحله الاولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه وناكل ونفرح لاني ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون ولربنا المجد دائما ابدا امين. مش هنخش في قصه الابن الاكبر. عاوز اقول لحضراتكم بس على حاجه، ان احنا يعني مثلا في موضوع الكارانتين ده، طبعا الفتره طولت قوي والقعده قعدنا فتره طويله. انا في الاول كنا عاملين زوم براير مثلا كل يوم الصبح، صلاه باكر مثلا الصبح الساعه 9 والساعه 6، الساعه 6 الساعه 12 اراوند لانش تايم بنصلي تاني 6 و9 او 3 و6، والساعة 5 كنا بنطلع برضو غروب أو غروب ونوم. ده كان الاسكادجول يعني بتاع اليوم عندي في بيتي وفي كنيستي، إنه كان كل ده شغال. فأنا إيه أول كام أسبوع، يا ولاد الصلاة، يلا أنتوا فين؟ أنتوا مش هتيجوا؟ يعني أنا إيه، أنا هصلي لوحدي؟ وإيه اللي يجي واللي يجي متأفف؟ أنا عندي أربع ولاد، ثلاث بنات وولد. اللي يجي واللي يجي متقفف، واللي يخش مش طايق نفسه، واللي يجي مبسوط يعني. وبعدين بعد فترة كده لقيت، قلت يعني هو أنا هضغط على العيال أغصبهم إن هم يقفوا قدام ربنا؟ أنا هغصبهم على محبة ربنا؟ فبقيت عامل زي إيه، زي الميكروفون كده في البيت. مثلا هصلي مثلا whatever الساعة 12 هنصلي، فاطلع اقول للولاد انا الساعه 12 هخش اصلي زوم، انا بصلي في الاوفيس اللي انا بكلمكم منه. الساعه 12 يا ولاد انا هخش اصلي زوم، اي حد want to join you can join. فجالي حد من الولاد، يعني ايه you can join؟ يعني if we don't want to join we cannot join. اوه يعني انت بس you will be mad at us that. قلت لهم لا لا I promise you I will not be mad. لا 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 يبقى انت هت punish us يا حبايبي. I'm not going to be mad and I'm not going to punish you. No way. انا بقالي ثلاث اسابيع موريهم العين الحمراء عشان يخشوا يصلوا. فلا انت هتزعل، لا انت هتعاقبنا، لا انت. قلت لهم I promise you and I will be sad ان انتوا if you didn't show up، لكن انا I will not punish you. I cannot force you to love God. انا مش ممكن اغصب عليكم عشان تحبوا ربنا. وبقول لهم دايما القول بتاع البابا شنودة، اللي عنده قلب عنده وقت، اللي بيحب ربنا هيدي ربنا وقت. The most precious thing دلوقتي في حياتنا ان احنا ندي ربنا الوقت، مش الفلوس ولا المجهود ولا هو الوقت. اللي بيحب ربنا يدي ربنا وقت. فالعجيب انه نسبة الحضور زادت في ولادي، نسبة الحضور زادت، وهم داخلين الصلاة هم داخلين بمزاجهم، مش تعالى يا ابني من أفك انت مش هتصلي ولا ايه. لا، لقيت ان الاسلوب الاولاني في فكرة الاجبار والقهر. طب ما ربنا ما عملش معانا كده، ولا عمل كده مع الابن الضال لما قال له اعطيني القسم الذي لي، ولا عمل كده مع تلميذي عمواس مثلا واكبر نفسه ينوت انا داخل معاكم البيت وهتاكلوني. يقول لك في لوقا 24 لانه تظاهر انه ماض الى مكان ابعد. ربنا ما بيفرضش نفسه علينا، فازاي احنا نفرض ربنا على العيال؟ هتقول لي يا ابونا يعني ايه نسيب العيال من غير؟ لا بس بالراحه، الامور تتاخد بالراحه. انا بقول لكم دي خبرتي انا، احدى الدروس اللي انا استفدتها في الكارانتين بجيبها في نفسي. يا نهار ابيض ده انا ما صليتش النهارده باكر، يا نهار ابيض ده انا ما خدت، ده انا ما لحقتش اقرا البايبل. انتوا قريتوا البايبل يا اولاد؟ انا قريت. طيب انا هقرا البايبل دلوقتي لو حد عاوز يجي معايا. لقيت الريسبونس مختلف، وبقتش العمليه بنخبط في بعض وتنشنه وهم مشدودين والولاد ظروفهم صعبه ونفسيتهم تعبانه. ولاد كتير قوي they are depressed، ولاد كتير قوي نفسيا حتى مش قادرين. يعني مرة خادمة
خادم عامل ميتنج على زوم، والعيال ده داخل على زوم ولا عاوز تطلع ولا تفتح الكاميرا، ولا عاوزين يردوا، ولا عاوزين يشوفوا حد، ولا عاوزين يتكلموا مع حد، ومش طايقين نفسهم. ف حد من الخدام كلم الام وقال لها انا على زوم والولاد ما مش داخله، وده مش داعي مش عارف ايه، وده ما ينفعش. بس رفقا بالفتى ابشلوه، رفقا بالفتى ابشلوه، الولاد حتى مش طايقين نفسهم. احنا الكبار ومعانا فرص ان احنا نتحرك، وفي منا كتير جدا تعبوا نفسيا في الفتره دي. فطب يعني الولاد ما تعبتش؟ فالولاد لما بيتعبوا نفسيا يا اما بيخشوا في حالة مكسورين كده، حالة حزن ومفيش انرجي ومش عاوزين ناكل، مش فارقة، اللي هو مفيش حاجة فارقة، او حاجة irritability، هيجان هيجان وجنان. الحالتين دول تعبير عن حالة الدبريشن في حياة الولد. مش لازم الولد او البنت الدبريست ان هم يبقوا داون ومش قادرين، لا، ده فورم. وفي فورمة تانية من الدبريشن بالنسبة للولد، الهايبر اكتيفيتي والاجريشن والريبيلينج والخناق، تعبير عن كمية ألم جوه النفس هم مش قادرين يتعاملوا معاها، للأسف بيحصل الرياكتيفيتي دي. ف عاوز يعني عشان ما اطولش على حضراتكم، في 7 أخطاء أو 7 طرق للتربية فيها أخطاء كبيرة. نمرة 1، الهليكوبتر بيرنتينج. أنا هقول لكم إيه نوع التربية ده، وبعدين هسأل حضراتكم لو أنا اشتغلت. يعني بصوا، أنا ببقى مركز إيه مثلا الهليكوبتر بيرنت ده، عامل زي الهليكوبتر يعني العيل فوق وده هليكوبتر فوقيه، ماشي معاه في كل حتة. الواد ما عملش الهوم ورك، عامل له أنا الهوم ورك. الواد نسي ال الاساينمنت، اسيب انا شغلي واسيب القداس واروح انا اعمل له الاساينمنت. الولد نسي الكمبيوتر في البيت، اخد اذن من مديري عشان اروح اجيب الكمبيوتر وارجعه تاني للمدرسه لاحسن الولد. يعني ده اسمه هليكوبتر بيرنت. فانا هشرح لكم نوع البيرنتنج، لكن هسالكم ايه المشاكل بتاع الاند. ما هو انت ايه، عارفين الفيلم بتاع مصر تحط لها قطن تطلع قماش بتاع فؤاد المهندس؟ معلش انا يمكن بفسد اخلاقك ولا حاجه، تحط قطن تطلع قماش، فاكرين الوضع ده الفيلم ده؟ انت بتحط ايه؟ بتحط هليكوبتر بيرنتينج، هيخش وسط الولاد، هيعيش مع الولاد، هيشيب شخصيه الولاد، هيطلع ايه الاوتكم؟ ده اللي انا عاوزه حضراتكم تفكروا فيه. انا عندي جاهز، لكن انا عاوز تبقى open discussion as much as we can عشان نانتر اكت وتفهموا الفكره ايه. متفقين؟ انا مش شايف الا ابونا وابونا بس، هم اللي حاطين الشاشات، حاطين السكرين، والباقي كله في ثبات، في نوم عميق ولا ايه؟ لا، ده في ناس اهي شغاله، في واحد بس، في ايفون تامر، اهلا يا تامر، والباقي كله يعني حاططني بقى على ميوت، او كله بيعمل اللي هو عاوز يعمله، مفيش مشكله. هم بيعملوا دلوقتي هليكوبتر. هم هليكوبتر على سلام سلام. خليني اقول لحضراتكم، الهليكوبتر بيرنت، بعد كده النوع الثاني اسمه انكيوبيتور، بعد كده كويك فيكس باند ايد، البادي بيرنتينج اللي هو احنا اصحاب يعني، واحنا كول بابا وماما كول، ما فيش بينا كلفه. الاكسسوري بيرنتينج، جيب لي الواد الاكسسوارز، جيب له الجزمه النايك والايباد والايفون ال 11 برو اكس، عشان المهم يبقى هو الولد ايه حاسس بنفسه، واحنا يعني سوري يعني في الكلمه نتنطط على الناس اللي معانا في الكنيسه. البارانويد بيرنتينج اللي ماشي هيتجنن، يا لهوي لا العيال تبص على حاجه وحشه اونلاين، يا لهوي لا العيال تاخد دراج، يا لهوي لا، فكلها يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حاله من الرعب والارق والانكزايتي والقلق. السكندري بيرنتنج هنجيله. الهليكوبتر بيرنتنج ده ممكن يخلص الهومور بتاع العيل، يعمل ويعيد تاني بروجكت الولد مش قادر يعمله،
the success of the kid is the main driving of the parent. هو أهم حاجة إن الولد ينجح، أهم حاجة إن يعمل شغله، أهم حاجة إن يجيب ال grades. ليه parenting style ده مشكلة؟ هنا بقى إيه؟ بص أبونا، لو هما مش هيجاوبوا، أبي أخت أبونا دانيال وأبونا بشوي، لو هما الشعب مش هيجاوب فأنا هعتبر إن هما عارفين، وأي إيه I will skip. لو هيجاوبوا لا، هم هيجاوبوا، ده دايما بيبقوا متفاعلين وشاطرين أنا خالص. لغاية دلوقتي أبونا شايف حالة من السكوت العظيم، بس بس جوتك وجه سؤال هتلاقي هل يعني إيه المشكلة؟ كله إيه المشكلة معاك أنا يا ابونا، هنتكلم ان شاء الله. هليكوبتر؟ نعم، اشوف انجي جوتسك بترد على طول. اتفضل. مع قدسك يا ابونا هنجاوب ان شاء الله. يعني انا احط هم لسه ما سمعوش السؤال. السؤال الهليكوبتر بيرنت ده، البيرنت اللي عمال بيجري بالهوم ورك بتاع العيل، الولد نسي الكمبيوتر، الولد نسي الكمبيوتر، الحق اجري جيب الكمبيوتر من البيت لحسن الوادي. I think يا ابونا ده عشان احنا هنخليهم ما يعتمدوش على نفسهم، صح يا ابي؟ ابونا بولس هيرد عليك دلوقتي. معلش، ماريان بتقول هتخليهم كده مش هيعتمدوا على نفسهم. تمام، مش هيعتمدوا على نفسهم، وبعدين هيعتمدوا علينا نعمل لهم كل حاجة، فهيبقوا الدنيا لما يكبروا مش هتبقى، هيبقى hard time hard for them، يعني ان هم يعيشوا big time. وبعدين يتجوز بقى مستر son of helicopter parenting. ماما تعالي تبقي لي. بابا انا مش قادر ادفع الفواتير، انتوا مش هتجيبوا الشقة ولا ايه؟ انتوا مش هتجيبوا لي بيت عشان اقعد فيه؟ طب انا مش هنا. بدأنا نخلق جيل للأسف 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 أبونا، أنا عم كوتينج أبونا داود لامي على الموضوع ده، مشاكل زوجية كتير بنخش فيها، إحنا بنتعامل مع الإند ريزلت. بقى هي طلعت قماش، طلعت قماش إحنا شايفينه في جيل جديد طالع، للأسف تقول له يا ابن حبيبي هي ولا مشكلتك ولا مشكلة، يعني ولا مشكلة آدم ولا مشكلة إيف، هي متأسفين هي مشكلة أبوك وأمك اللي ربوكوا غلط. الحقيني يا ماما انا مش عارفة اتصرف، طب انا اكل يا ماما الملوخية، اشرب الملوخية اللي هي عملتها، ولا اخد السندوتشات اللي انت جبتيها لي؟ وبقينا اصبح عندنا شخصيات معتمدة تماما على الاب والام، مش قادرين يفكروا، مش قادرين ياخدوا قرار، مش قادرين يعتمدوا على نفسهم، لان انا فاكر ان انا كده بربي، وانا كده لا انا مش ممكن اقصر، الولد ما عملش الهوم ورك انا اعمل له الهوم ورك. طب وبعدين از فيري فيري ريسكي. الاولاد بتبقى معتمد اعتماد تمام شديد على الاب والام. انا مش عارف السكرين بتتحرك عندكم ولا لا، شكلها لا. احنا شايفين جوتسك، كنا شايفين هو دلوقتي فصل. أنا ممكن أجاوب على السؤال اللي جوتسك بتسأله. اتفضل أبي، اتفضل. بنحاول إن إحنا نعلم، يعني نتعلم كلنا مع بعض، إنه الولد من وهو صغير اللي يعرف يربط الشوز لنفسه ما تربطهلوش، واللي ما يعرفش علمه إنه يربطه من الأول، وتتاخد بعد كده واحدة بواحدة. وفي فرق طبعا يا ابونا، از فيري ترو اللي قدسك قلته، في فرق بين ولد رايح المدرسة والشنطة تقيلة واخطيت الولد بيتدلع، فأنا عاوز أشيله الشنطة أو عاوزني أنا أشيله الشنطة، أو الولد عيان ومش قادر يشيل الشنطة وأنا هساعده، أنا هشيل له الشنطة عشان هو في ظروف صعبة، أو مثلا إيده اتكسرت بعد الشر ولا في مشكلة. لا، هنا طبعا أنا هشيله وأشيله فوق راسي، لكن إن أنا أعمل له الهوم ورك، إن أنا أعمل له الحاجات اللي هو المفروض يعملها. يعني مثلا ابني مرة جه القداس من غير تونية،
وزعلان قوي. انا بتكلم عليا انا شخصيا وزعلان قوي، ازاي التونيا مش موجوده، ازاي التونيا ماما ما حطتهاش في العربيه. طب هي مسؤوليه مين حبيبي؟ هي ماما اللي المفروض تشيل التونيا تاخدها معاها عشان تحطها في العربيه، يبقى هي ماما اللي هتلبس الشماس. إيه لا انت، وبعدين لو انت بقى ما عملتلوش، ما انت انا شغال معاه هليكوبتر، لو انا ما عملتلوش اللي المفروض بقى انا اعمله له، فبابا بقى وحش وماما وحشه وسابوني وما بيحبونيش. على فكره لا، انا مش معناه ان انا ما بحب ان انا سايبك تشيل المسؤوليه ان انا مش بحبك، بل بالعكس للاسف بيبقوا غير قادرين على اتخاذ قرارات في الحياه. القدره على حل المشاكل شبه منعدمه. يعني الاباء ممكن يعني بالتاكيد شافوا حاجات كتيره، مثلا البنت اتخانقت مع جوزها راحت لمامتها، الراجل يكلم الراجل بيكلم مراته، ادم بيكلم ايف على التليفون، اللي يمسك التليفون هي الام. طب هو على فكره المشكله بين ادم وايف مش والده ايف وادم، لا وانت عملت كده ليه وانا هوريك وانا هوريك. هو طيب حبيبتي تعالي اقعدي مع ادم في البيت و بليز ما تدخليش بابا وماما في المشكله. لا انا ما اقدرش. يعني ايه يعني انت عاوز تقطعني عن ابويا وامي؟ اسم الصليب، انا ما قلتش ان حضرتك هنقطعك عن ابوكي وامك، انا بقول لك المشكله تتحل بين ادم وبين ايف، مش بين ادم وايف ومامته وباباه ومامتك وباباكي وسته وعمته وخالته. لكن للاسف للاسف سيبوا العيال تغلط، سيبوا العيال تتحمل مسؤوليه اخطائهم، سيبوا العيال تنمو في هذه الخبرة. لأنه الأب إدى الابن الضال، إداله نصيبه وسابه يغلط. هو عارف، هو ما كانش عارف إن هو هيغلط، عارف إن هو هيغلط، وعارف إن هو هيبدد الفلوس، عارف إنه هيبدد الفلوس، بس إداله حرية الإرادة وحبه محبة غير مشروطة، وإداله الفرصة إنه يغلط. كل ما العيال تبقى أصغر تديهم فرصة إن هم يغلطوا ويتعلموا من أخطائهم، بدل ما انا مش عاوزهم يغلطوا ولا غلطه. طب وبعدين؟ فدي اول مشكله، مشكله الهليكوبتر بيرنت. النقطه الثانيه، المشكله الثانيه او طريقه التربيه الثانيه اسمها انكيوبيتر. الانكيوبيتر دول عاوزين يطلع سوبر كيد. العيل من سنتين يعرف يقرا، من 3 سنين بيقول بنشتي، من 4 سنين راكب على العجلة وبيمشي على العجلة واحدة وبيقدف مش عارف ايه، من 5 سنين حافظ جدول الضرب. بريشر 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 عشان انا عاوز ابني يبقى سوبر كيد. ده انا ايه بنتي ما اعرفش عملت ايه، ده انا ايه. ونشو اوف ونبدا اختيت في الكلمه، نتمنظر على الاهالي اللي معانا بامكانيات ولادنا. لا اصل هو عمل ده، هو ما اعرفش كان عمره قد ايه. فانا حاطط بريشر، ضغط 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 على العيال غير عادي. والعيال لو عملوا قادوا ايديهم شمع they will never be good enough. المشكله هنا ده القطن، هتطلع ايه بقى؟ ايه القماش اللي هيطلع؟ ده السؤال ليكم. هيطلع فشل، يطلع فشل. طب والنفسيه هتبقى عامله ازاي؟ نفسيه فاشله. لا النفسية لا، يعني مش عاوز هتبقى شكلها ايه؟ هتبقى كئيبة. كئيبة لانه مش عايش كل مرحلة كما يجب ان تكون، مش قادر يعيش سنه. يعني متأسف برضو احنا بنخش مشاكل العيال بس بتطلع في الكبار، انه تلاقي ست زي الفل كانت وقورة وكانت زي الفل وكل لبسها محترم وكل حاجة زي الفل، وبعدين فجأة لبسها اتقلب وشكلها اتغير وكل أكنها عايشة في مراهقة متأخرة، أكن المراهقة سن مراهقة جه كتر الضغط الضغط الضغط، لأن ما عاش سنه من الآخر. يقول لك ده ما عاش طفولته. في حاجة تانية، الاسترس الشديد ده هيولد إيه؟ هيولد عدم ثقة بالنفس يا بني الطفل. مش سامع، سوري. هيولد عدم ثقة بالنفس عند الطفل بيج تايم. هيولد عدم ثقة بالنفس، وهيولد للأسف
للأسف الولاد مشدودين قوي، عندهم قلق شديد، عندهم المهم ان انا ابقى بيرفكت. طب لو انا عاوز ابقى بيرفكت على طول، تخيلوا مثلا انا عاوز اخش على ابونا دانيال ان انا بيرفكت، ان انا كاهن حافظ كل الالحان وكل الكتب المقدسه وعلمه ما اعرفش في ايه، وبعرف في ايه وبعرف في ايه وبعرف في ايه، فيجي يسالني على حاجه انا لازم ابقى بيرفكت صح، اعمل ايه؟ هكذب. برافو، مين اللي قال هكذب؟ انا يقول اسمي انجي. انجي، برافو انجي. هبدا اكذب لان انا عاوز ابان في الصوره البيرفكت. طب هو في حد فينا بيرفكت انكلودينج انا بتكلم عن نفسي، حد فينا بيرفكت؟ ما كلنا فينا ضعفات وضعفات كتيره، وربنا ساتر على الواحد. لكن الاسلوب الضغط الشديد بيكسر في نفسيتي، لان انا مش قادر انسى ولد في هاي سكول انتحر في أورنج كاونتي يمكن من سنة ونص سنتين. الولد ستريت اي في الهاي سكول، والجي بي اي بتاعه مش عارف 4.5 وحاجة، يعني سوبر وات سوبر مش. وكتب كده قبل الرسالة بتاعت قبل الانتحار: I am so sorry, I will never be good enough. I will never be good enough. أنا مش ممكن هبقى يعني في حسن ظنكم، على طول هيبقى في حد أحسن مني، حد more advanced عني، حد بيعمل حاجة أنا مش قادر أعملها. قصة إحنا عندنا بقى ده إيه، ده وباء كده زي الكورونا، وباء المقارنات بين العيال. لا أصل ابني مش عارف مين بيلعب كاراتيه، طب أنا ابني ما بيلعبش كاراتيه، لا هنلعبه كاراتيه. طب يا حبيبي العب كاراتيه زي حبيب زي صاحبك، أنا يا بابا ما بحبش كاراتيه، لا هتلعب كاراتيه. طب أنا ما لا هتعمل، هو يعمل كده ليه وانت بقى. ضغط 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 ضغط، فبتكون نفسية محبطة، نفسية مكسورة، نفسية متمررة، نفسية is not enjoying anything، وبيخشوا في depression، بيخشوا في stress. تتخيلوا بقى أنا الوضع ده وإحنا دلوقتي في فترة كارانتين، والإنكيوبيتور أو البرفكت سوبر كيد اللي إحنا عاوزين نطلعهم دول هنعمل فيهم إيه بقى؟ ولا إحنا قاعدين مع العيال 24/7 ده هتبقى مأساة، تبقى مأساة كبرى. الكويك فيكس أو باند ايد بيرنتينج ده، احنا تعبانين، احنا زهقانين، احنا ما عندناش وقت، فاعمل ايه؟ سكت العيال. عاوز ايباد خد يا ابني، عاوز تليفون خد، نتفليكس اكاونت خد يا حبيبي نتفليكس، المهم تحل، سوري يعني في الكلمة، اخلص منه ومن صداعه، مشي حالك مشي حالك مشي حالك. لا ده انت بس لو دخلتي، لو جبتي ستريت اي انا هجيب لك عربيه من اللي هي الكيدز بيسوقوها دي، العربيه مثلا ب $1,000، وانا عارف ان انا معيش الفلوس دي، بس مش مهم، خلص المهم اكذب على العيال، بروميس ان انت هتعمل حاجه وانت مش عارف، انت عارف انت مش هتعملها. كويك فيكس ايفن جيف ذا كيدز، يعني المهم ان اسكت العيال واخلص من زنهم، انا متاسف في الكلمه. الاوت كم هيبقى ايه؟ مش هيثقوا فينا ولا في كلامنا. مفيش ثقه. وتشوفوا بقى، طب ابونا انا اثق في مراتي ازاي وانا مسافر؟ طب وانا شعرفني يا ابونا ان هو ما عندوش بنك اكاونت تاني؟ طب انا بيفضل بقى تخش عدم الثقه، لانه انا بوعد وما بوفيش، انا مش بحب محبه حقيقيه، انا مش موجود ومش متواجد، انا سوري عاوز اخلص من الهري ومن الزن. انا ف فيري ريسكي ان احنا نقع في السيتويشن ده. لو وعدت حد من الولاد بحاجه لازم نوفي بالوعد، الواحد يبقى امين قدام ربنا في تعاملاته، ومش عشان احنا مش صربعين او احنا مزنوقين او احنا متاخرين او احنا ما عندناش وقت او احنا ظروفنا صعبه، ان انا اكذب على الولاد او احل حلول ملهاش معنى، ملهاش عمق، ملهاش اصل، ملهاش تتعب الولاد ونخش في حته صعبه. هنا العيال ترجع ريمه لعادتها القديمه، بس بابا هيشد ولا زعق زعقتين، حاضر يا بابا،
اول ما بابا يمشي نرجع نحمل اللي احنا عاوزينه اللي احنا عارفين ايه، او يعني ايه هي تاخد لك دول في وشك ولا حاجه وخلاص. النوع الرابع من البيرنتنج المشكله اسمه بادي بيرنت، احنا اصحاب بقى وكل وخلي بالك بقى، يعني انا ولا بابا ولا ماما انت تناديني يا حبيبي باسمي، انا مش هقول لك على الغلط غلط ولا الصح صح، انت اللي عاوز تعمله تعمله. نروح انا ام سوري تو سي يا ابونا، ومعلش لو انا بخدش حياء قدسك قدسك، مثلا نروح نشيش مع بعض ونروح نشرب مع بعض، ويا حبيبي ولا يهمك انا اجيب لك، يعني هو انا عاوز تشرب الكحول ولا يهمك، احنا انا اروح انا اجيبه لك انا وماما، ويعني اللي انتوا عاوزينه نفسكم فيه احنا نعمله. اللي هو الاب والام الكول اللي سايبين العيال، يعني للاسف 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 الواحد بيسمع عن قصص صعبه، ام بتجيب للعيال سجاير يشربوها، اب يجيب الكحول للعيال، يجيب لهم بيره، يسيب لهم البيت فور هول نايت، يعملوا اللي هم عاوزينه عشان يبقى هو الاب الكول والاب اللذيذ والاب الخفيف والاب الظريف. انا مره واحد قال متخانق مع مراته والام ملبسه العيال والعيال جاهزه عشان يروحوا القداس، قال لهم ايه رايكم بقى يا اولاد، نروح ديزني لاند ولا تروحوا الكنيسه؟ طب ده ايه ده؟ ده انت هتروح من ربنا فين؟ انت بتخير العيال بين ديزني لاند والكنيسه؟ انت لو هتقولي ديزني لاند والكنيسه انا ككاهن يمكن ابدا افكر فكره ديزني لاند ده واشوف حد يغطيني في القداس. طب ليه بتحط الاولاد عشان تبقى انت تكسب يعني محبتهم وقلبهم وتقرب منهم، بس على حساب الوصيه، على حساب الحق، على حساب الصح اللي المفروض يتعمل. لما بتبقى الوضع كده المنتج الاخير بقى ايه؟ ايه اللي بيطلع؟ ده السؤال المعتاد، ما هو ده السؤال اللي انا بساله كل مره. البادي بيرنتنج ده في الاخر الاوتكم بيبقى ايه؟ عدم احترام يا بنا؟ عدم احترام دي اقل، مش فارقه مع الاهل يعني، على فكره الاهل اللي هم البادي بيرنت مش فارقه معاهم موضوع الاحترام ده. بيبقى الطفل مش سوري يطلع اناني وعايز كل حاجه تبقى ليه، متعود ان كل حاجه من غير اي ليميت. صوت حضرتك بعيد قوي، بس الانانيه ديفينتلي هتبقى موجوده، بس في حاجه اخطر من كده، هيبقى طفل مش مسؤول ديفينتلي، ملوش كبير ده صح، مش مسؤول ده صح. ايه تاني؟ مستحيل، عيال فاشله، بايظ وفاشل. Confusion is the biggest thing. No boundaries. Definitely no boundaries. Irresponsible, insecure. ما فيش إحساس بالأمان. أنا عاوز أقول لحضراتكم على حاجة. إنه كان في بنت، البنت دي كانت لابس بنت في الهاي سكول. وقالت بابا ما بيحبنيش. فأصحابها بيقولوا لها ليه ما بيحبكيش؟ قالت لهم بصوا أنا هعمل حاجة النهاردة وتشوفوا هيعمل ايه، بتتحدى اصحابها. فكان يوم سبت بالليل والبنت لبست لبس completely inappropriate، لبس يعني بتاع البنات اللي في الشارع. وباباها كان في الباك يارد، كان يوم السبت بالليل، راحت سلمت عليه وقالت له دادي I'm going out with my friends. فهو بص لها شاف اللي هي لابساه، ما فرقش معاه، ما قالهاش حاجه، لا شوف جو هاف فان. ما مشيتش، هي طلعت البيت، طلعت الأوضة بتاعتها وكانت في حالة انهيار، وقالت أنا مش فارقة، أنا مش حاسة بالأمان، لأن بابا أنا مش فارقة معاه، هو ما بيحبنيش حقيقة، مفيش محبة، هو مش he is not caring about me، هو مفيش سند، مفيش إحساس بالأمان، لأن بابا وماما لا، هم لو في حاجة صح يقولوا لي صح، ولو في حاجة غلط يقولوا لي غلط. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره امام الرب. ازاي انا اقف قدام ربنا وانا بسهل لاولادي خطيه؟ ازاي ما انا اقف قدام ربنا وانا
بقول للولاد انا ام كول انا يعني ولا يهمكم يعني انتوا عاوزين نجيب لكم ده احنا ممكن نشيش مع بعض. انا عارف عائلات بيشيشوا مع عيالهم وعيالهم كبروا. طيب ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ما اعرفش انتوا حضراتكم شفتوا الصوره دي ولا لا قبل كده. ده ايام اوباما وبوتين. شايفين الكلب اللي ماسكه اوباما؟ انا يعني مش عاوزين نخش في السياسات دلوقتي يعني. انا وي كان سي ابي اخطيت يا ابوي. يا دلوقتي شايفين يا ابني؟ ايوه انا شايفين. Thank you بون. ايه الفرق هنا؟ الكلب اللي ورا بوتين ده كلب وحش، والكلب اللي مع اللي قدام اوباما ده يعني very cute puppy. ايه الفرق هنا؟ الصورة دي بتقول ايه؟ انا على فكرة انا مش هخش في السياسة، ماليش دعوة ولا باوباما ولا بوتين ولا بالانتخابات ولا عشان بس ايه ما دماغ ما فيش حد دماغه تروح بعيد. انا this is parenting only. Obama has no control and Putin is even the fierce dog is bewaring of him. Big time. It is not that Obama has no control. It is the dog of Obama is running the show. الدوغ ده is not disciplined. والدوغ ده هو اللي ماشي. أنا مش هيري أنا مش sorry to say بس هو اللي ماشي صاحبه. لكن الكلب اللي مع بوتين is very well trained. يقول له اقعد بيقعد، يقول له امشي يمشي، يقول له اقعد هنا ما تتحركش لغاية لما يجي لك، يقعد وما يتحركش لغاية لما يجي له. بيشم الأكل اللي بوتين بيأكله قبل ما ياكله لانه عنده very high sensitivity للبويزن. كلب كده قصه، احنا مش هنخش في موضوع الكلاب دلوقتي. لكن اللي انا قصدي اقوله ساعات بيبقى الولاد هي اللي ماشيانا، الولاد هي اللي عامله كل حاجه. لا انا المهم اشوف الولاد عاوزين ايه. انا مره كنت في كنيسه وكان في حفله، وفي الحفلة الولاد قدموا يعني بعد ما عملوا بيرفورمانس الخادم بتاع الولاد ادى الولاد زي شوكولاتة كده باني، و يعني كل ولد اخذ الشوكولاتة ومشي. وبعدين لقينا سمعنا سويت 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 جامد جامد جامد، مش عارفين what's going on، ايه الحكاية ايه الحكاية ايه الحكاية. ده طلع ابن عيلة من العائلات يعني اللي ليهم اسم في الكنيسة. الولد منهار والأم بتجري والأب بيجري والجد بيجري والجدة بتجري والخدامة بتاعت الأب والأم بيجروا وعمالين بيسألوا مين اللي جاب الشوكولاتة دي، انتوا جبتوها منين؟ ايه ده يا جماعة اللي حصل؟ قالوا أصل حد فتح الورقة بتاعت السلوفان بتاعت الشوكولاتة لابن الراجل والست والجد والجدة دول، والولد انهار. وإزاي إن حد يفتح له الشوكولاتة باي بستيك؟ طب وبعدين عاوزين يروحوا المحل اللي جابوا منه الشوكولاتات عشان يجيبوا له شوكولاتاية عشان ما يزعلش. ده ايه ده؟ احنا نعمل ايه بشوية؟ نقفل الكنيسة ونروح ندور على المحل اللي فتح جاب الشوكولاتات عشان الولد ما يزعلش ان الشوكولاتة اتفتحت؟ هو مين ممشي مين؟ ده سؤال، مين ممشي مين؟ البادي بيرنتينج مهم قوي. يبقى فيه كلير باوندريز، انا الاب انت بنتي، انا بحبك محبه غير مشروطه، لكن في الاخر احنا عندنا مسؤوليه. احنا we have the control to say no not to say no. محتاجين ان احنا نصاحب العيال، لكن مش ممكن هصاحب الولد. يعني مثلا مره ام تقول لي
ما هو مش مشكله يا ابونا، هو يعني الولد لما يجيب صاحبته اللي معاه في الهاي سكول في البيت ويبقوا تحت عينينا اهو، لو حاجه غلط حصلت نبقى عارفين. صمت لم افتح فمي، انا مش قادر اقول لحضرتك اقول لك ايه. طيب اقول لك ايه يعني، هو ده هل هو ده اللي احنا هنتعامل بيه؟ في حد بيقول سؤال بدون ذكر اسماء، ازاي اكون سبورت لابني ازاي تجاه اصحابه اللي في سنه في الكنيسه، اصحابه مش متقبلين وفي وسطيهم، يعني مثلا يخرجوا من غير ما يقولوا او يعملوا جروب مسج من غيره، مع العلم ان عدد الاولاد في الكنيسه لكل فصل يبقى قليل عشان يحاول يشوف جروب تاني اذا كان من ضمن حلولي اخدهم واخرجهم معاه واعزمهم على ايس كريم، لكن للاسف الرساله واصله لابني انهم مش متقبلين. طبعا الموقف ده صعب، الموقف ده صعب انه بيكسر قوي 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 في نفسيه الاولاد، و يعني للاسف متكرر في كنايس كتير. انا اعرف بنت 11 سنه الحدث بسبب اصحابها اللي في الكنيسه، راحت الكنيسه مره في اثنين في ثلاثه، كل جروبس مقفله مش راضيين يفتحوا. وعلى فكره العيال they are mirroring وضع الكبار، بس ما تزعلوش مني، العيال they are mirror لوضع الكبار، الكبار مقفلين فالعيال مقفله، لا اوعي تكلمي دي، واحنا ما بنكلمش فلانه وفلان، واحنا دول مش من مستوانا، وانتوا عارفين دول مين، لا احنا مش عارف. للاسف ده اللي بيحصل، بتلاقي انه يعني انا متاسف على الوضع يعني الابن في الظروف دي، وضع صعب 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 صعب. احنا نحاول ان احنا يعني انا بقول للولاد، بقول لولادي احنا we cannot force ourselves على الفريندز، لو الفريندز معانا فاين، لو هم عاوزيننا فاين، لو هم مش عاوزيننا يبقى هم مش فريندز from the beginning، ويبقى ربنا مرتب لنا حاجه احسن. ولو انا I cannot force myself على الناس، لو الناس مش عاوزيننا. ومره قلت حتى لحد من ولادي بالجسد، قلت لهم على فكره هم الخسرانين، you are one of the sweetest you are one of the sweetest people in your age that I have ever seen, you are very sweet, you are very smart, you are very kind, you are very loving, you are very humble, you are successful in this, you are very talented, I can't see how they miss out on being friends with you, لكن if this is their choice خلاص it is their choice. We expect that there are people who will love you, expect that there are people who will reject you, and المهم ان احنا نقدم we love everyone, we respect everyone, we pray for everyone, we reach out to everyone, we don't be mean with anyone, بس we cannot force ourselves to others. بس هو وضع للأسف اللي سبعت السؤال، وضع متكرر ووضع متعب نفسيا على الأولاد، لكن لازم نحترم الحتة دي، ولازم نكبر العيال ونقول لهم طب يلا نصلي عشان الولاد دول، حتى لو هم مش عاوزين يبقوا معانا، حتى لو هم رافضينا، طب ما هو رفضوا المسيح، طيب احنا هوي كان. وبعدين ليكن لك بين الالف واحد، ليكن لك من الالف واحد، لو لينا الف واحد نعرفه بس، يكون لينا واحد بس صديق قريب، وبالصلاة وبالحكمة وبالبلاي ديتس مع الناس اللي ممكن يبقى فيهم أمل، ممكن الأمور اللي تتحل. الهليكوبتر بيرنت، الانكيوبيتر اللي عاوز العيال بيرفكت، الكويك فيكس ما تقرفنيش، المهم اديله البزازة ونخلص من الولد. البادي بيرنتس الكول اللي بيقول لابنه أو بنته اعملوا الغلط وأنا معاك ومفيش مشكلة. الاكسسوري بيرنتنج، ادي الولاد بقى اكسسوريز as much as you can، قيمة الولد في الجزمة أو قيمة الولد في الآيباد. أو مرة ولد كنا في عيد ميلاد ولد، الولد كان 7 سنين، أنا مش قادر أنسى اليوم ده، الولد يفتح الهدية الأولى من جد وتيتا آيفون، الهدية الثانية من بابا وماما ساعة أبل واتش، الهدية مش عارف إيه، هدايا very expensive، no way ولد في السن ده عنده الحاجات دي. فبكلم الأهل وقال لهم يعني قالوا اه حتى هو هيكون اقل من عيالهم، من عيالنا يبقوا اقل من عيالهم؟ نو هو قيمه ابنك او بنتك في التليفون اللي هو يعني، ده معناه ان قيمتي انا في العربيه بتاعتي، وقيمتي انا
في ممتلكاتي وامتي انا في اللي انا بعمله وامتي انا في ان انا دكتور ولا انا صيدلي ولا انا مهندس ولا انا سي بي اي. هو هل ربنا بيبص لنا هل هي دي قيمه كل واحد فينا قدام ربنا؟ انتم الذين إن عشنا فللرب نعيش وإن موتنا فللرب نموت وإن عشنا أو موتنا فللرب نحن. We are the Lord's. We are His. إحنا we belong to God. لما يجي مثلا لو تعرفوا مثلا دكتور كان في دكتور مشهور صيدلي في مصر أنا اسمه رايح من دماغي مشهور قوي كان عنده عربية لبابا كرولوس في المصنع بتاعه دكتور ثروت دكتور ثروت باسيلي عربية البابا كرولوس موجودة في المصنع. هي امتى العربية دي في ايه؟ لما تيجي تبيعها يعني في الماركت هتجيب كم الف. لكن امتى العربية انها كانت مملوكة او اللي كان بيركبها البابا القديس البابا كرولوس. فقيمتها في الشخص اللي كان ماسكها مش العربية سيدنا البابا اللي ادى قيمة للعربية اخطيت مش العربية اللي ادى قيمة لسيدنا. الحاجات اللي احنا نملكها احنا ما بتديناش قيمه لكن كتير قوي عقلنا وفكرنا وتعاملاتنا ولا دول مش من مستوانا ولا انت عارف احنا مين احنا عارف احنا بنعمل احنا لا ما ينفعش يبقى قيمه الشخص في ممتلكاته او قيمه الشخص في الحاجات اللي بيعملها او قيمه الشخص اللي احنا عندنا عربيه او انا عندي الجزمه دي او انا لابسه اللبس ده من البراند ده اصل احنا بنشتري من نوردستروم ودول بيشتروا من وول مارت. هي دي قيمة البشر قدام المسيح له المجد. قيمة كل واحد فينا is priceless لأنه المسيح له المجد دافع فينا دمه على الصليب من أجل كل واحد. فالولاد دي بقى تلاقيها بتشوقف ومنظرة وأخطيت يعني وضع صعب تلاقي الولد داخل $50 عشان الكنيسة بتعمل فند ريز ويقول لك يا طنط خدي بقى $50 دي وكل اصحابي لما يجوا اديهم ايس كريم لان انا عاملها دونيشن. هو فين الوصيه بتاعت اعطوا في الخفاء؟ فين الوصيه؟ يعني انتوا فاهمين قصدي حته الاكسسوري دي ان قيمه العيال في ممتلكاتهم او في دي موضوع خطير جدا لان الماديه دخلت بقوه وبشده جوه قلوبنا وجوه الكنيسه وجوه تعاملاتنا. معاك قرش تساوي قرش قصة طويلة للأسف بيبقى الـ outcome بتاع الولاد أنانيين جدا ماديين جدا بيتعاملوا بكبرياء شديد مع اللي أقل منهم اللي أعلى منهم يبصوله ويقدروه اللي أقل منهم يدوسوا عليه منهج العالم. فإن أنا أزرع كل ده في الولاد طب احنا رايحين فين؟ فين بقى الوصيه بتاعت روميه 8 يقول غير منقادين الى الامور المتعاليه بل منقادين الى المتضعين او المتضعات؟ فين احساس هنا بيبقى فيه بعد جديد على المستوى النفسي ان الولاد بيبقوا احساسهم بال القيمة الفعلية بتاعتهم إما في الممتلكات إما في اللبس إما how many likes على الانستغرام إما how many friends على السوشيال ميديا إما how many people are following على whatever السوشيال ميديا. هنا القيمة هنا بقى ما يقوم عليه الكيان بالنسبة للطفل هو حاجات مش هتقعد ومش هتستمر وهتروح. فلما بتروح بيبقى فيه huge devastation بيبقى فيه انهيار شديد للشخصية وللأولويات ولكل تعاملاتهم مع الناس. البارانويد بيرنت الأم اللي خايفة 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 لحسن العيال يتخطف لحسن العيال يحصل لهم معرفش لحسن ياخدوا دراج لحسن يعملوا في يومين لحسن خوف الشديد الشديد الشديد. انت لو واحد خايف قوي جنبك انت بتبدأ تقلق وتخاف واحد قلقان قوي يبدأ القلق فتلاقي ان نفس الزرعة للأسف تطلع على الولاد لانه الولاد محطوطين تحت ضغط جديد. الولاد خايفة اكتر وعندهم قلق شديد وما عندهمش ثقة بالنفس وهيبين كل حاجة وممكن يحصل نيرفس بريك داون بسبب
البارانويا أو الشيء الوضع ده. آخر حاجة اللي هي secondary parents اللي هم secondary parents هو المهمشين أو المهمشين علاقتهم مع العيال. بص بقى يعني انت اتفرج على التلفزيون، طب يا حبيبي الاب مثلا كلم ابنك اللي في 6 ابتدائي ولا في 5 ابتدائي اللي هياخد 6 education، اقعد معه وكلمه عن فترة البلوغ، فترة النمو، ايه تعاملاته، ازاي يبقى جنتلمان، ازاي يتعامل مع البنات، ازاي يحترم اخواته، ازاي يقدر، ازاي يعرف التغيرات اللي هتحصل فيه. اقول لك لا لا لا، ما خليه جوجل، انا ماليش دعوه بك. سكندري كده على الهامش، حد تاني يأثر في العيال، الموفي يأثر في العيال، أو نجيب الضغط على الكنيسة أو نحط بريشر على الكنيسة، وده للأسف برضو نوع غلط من التربية. طب نعمل إيه عشان ما أطولش على حضراتكم؟ أنا عاوزكم تفتكروا دي. أول حاجة دايما 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 اشكر ربنا على اولادك، قول يا رب اشكرك على الاولاد بحلوهم وبمرهم، اشكرك على نعمتك. الاولاد هم ثمرة البطن، عطيه من الله، ولا نقلل منهم ولا نقول يا رب انت عملت فيا ليه كده، وانا يعني عملت ايه غلط. دايما اشكر الرب فانه صالح، لان الاب رحمته ليقل بيت هارون وبيت كل واحد فينا انه صالح، وان الاب رحمته ليقل أبناء الله أتقياء الله لأنه صالح. دايما نشكر ربنا على الأولاد ونحط دي وأبريشيت الأولاد مهما كانت ظروفهم، مهما كانوا مطربين، مهما، لأن الشكر يدينا بركة ويدينا بعد تاني مع ربنا، وبيبان إحساسنا إن أنا أبريشيتنج الأولاد بغض النظر عن ضعفاتهم، بغض النظر عن أخطائهم، بغض النظر عن كل اللي هم they are going through، لأنه في الآخر أنا بقول يا رب هم أولادك، وأنا أشكرك أن أنت اديتني الأولاد دول. نمرة 2، دايما صلي من أجل الحكمة. نمرة 1 الشكر الدائم. نمرة 2 الصلاة من أجل الحكمة. يا رب طب هنا هشد ولا لا، طب أنا أعمل ده ولا ما أعملش ده، طب أحاول أفوت المرة دي ولا ما أفوتش. اديني يا رب دايما حكمة، اديني حكمة، اديني حكمة، وإن كان أحد تعوزه الحكمة فليطلب من الله غير مرتاب البتة، والله يعطي بسخاء ولا يعير. نمرة 3 الصلاة من أجل أن ربنا يغطي تقصيرنا في التربية. الصلاة من أجل أن ربنا يغطي تقصيرنا في التربية. أنا هقول لكم الموضوع ده مش ابونا it seems ان ابونا disconnected. اعتقد ايوه هو لغايه ما ابونا يرجع لنا بنعمه ربنا. انتوا فاكرين السبع نقاط اللي قالهم قدس ابونا علشان كل واحد مننا يبقى اخطيت يا ابي، انا متاسف. اتفضل يا ابي. انا دوست على باي ميستيك قفلت. لا ما يجرش حاجه يا ابونا، خد راحتك. فنمرة 1، نمرة 1 الشكر. نمرة 2 طلب الحكمة. host this tape. ممكن معلش حد يديني فرصة ان انا اشير السكرين. طلب الحكمة من الله. ثالث حاجة ان اصلي ان الله يعطينا ان ربنا يغير الاخطاء بتاع تربيتنا. في انا مش هحكي التفاصيل، لكن اقول لحضراتكم على احدى الاباء الكهنه القديسين، من انا مش هقول غير كده، احدى الاباء الكهنه القديسين. وحد بالصدفه اتعرف على والدي الكاهن ده بالصدفه في حته تانية في مكان تاني. المهم يعني كانوا بيساعدوهم، بيوصلوهم، بيجيبوهم، بيودوهم، فيعني هم عارفين ثمرة البيت ده. كاهن عظيم يعني في الكنيسة القبطية. فواحدة راحت للأم وقالت للأم الكاهن ده، بتقول لها يعني أنا نفسي تقولي لي أعمل إيه مع عيالي،
يعني لو ولادي يطلعوا عشر ابونا ولا واحد على مية من ابونا ولا. فمن كتر الحاح ام الكاهنة يعني البركة ده قالت ايه؟ قلت لها حبيبتي انا قلت لربنا انا مش عارفة ربي انت ربي، انا قلت لربنا انا مش عارفة ربي انت رب ربيهم، انا مش عارفة ربيهم. وتخيلوا لو دي الطلبة اللي احنا بنطلبها من ربنا، نقول يا رب انت اشتغل في الاولاد، انت اغرس فيهم محبتك، انت اغرس فيهم مخافتك، انت اغرس فيهم محبتهم للوصية، انت افتح لهم شك مع العيال، انت يا رب اديهم. عشان كده انا قلت في الاول من غير صلاة ما فيش حاجة هتحصل، من غير صلاة ما فيش حاجة هتحصل، يعني شئنا ام ابينا. ف نمرة واحد الشكر الدائم على الأولاد، نمرة اتنين ثانية واحدة، نمرة اتنين طلب الحكمة، نمرة تلاتة الصلاة من أجل أن الله يغطي أخطائنا في تربيتنا للأولاد، نمرة أربعة دايما خلي عندنا رجاء وتطمئن لأنه يوجد رجاء، وتطمئن لما بيقول كده في سفر أيوب، وتطمئن لأنه يوجد رجاء. كتير قوي مشاكل ما بتتحلش إلا بالصلاة، كتير كتير يعني أنا ممكن أتجاسر وأقول إن أنا دارس وعارف وعامل ماجستير ودرست 5-6 كلاسز بتاعت بيرنتينج ومعرفش عندي إيه، من غير الصلاة ما فيش الأمور ما بتمشيش. أحكي لحضراتكم قصة حصلت معايا. كان مرة القداس، أنا نازل القداس بدري قوي يعني من كام سنة، مش عارف القداس كان الساعة 6 الصبح ولا ايه، وبعدين ابني بقول له بروح اصحيه، الدنيا ضلمة لسه، بقول له يا حبيبي مش هتيجي بقى معايا القداس؟ فقال لي يا بابا حرام عليك الدنيا لسه ضلمة، تاخدني القداس دلوقتي انا اروح اعمل ايه؟ فانا قلت ايه، طيب انا يعني هخش يعني أصحيه بالعافية الساعة 6:15 ولا 5:30 الصبح. فوقفت كده على يعني قلت له طب أنا كان نفسي تيجي معايا، وقفت على باب الأوضة وقلت له يا رب وأنا هقدر أغصب ابني إن هو يحبك؟ أنا مش هقدر، أقدر أدخل جواه وأقول له هتحب ربنا غصب عنك؟ مش هقدر. أنت يا رب ازرع محبتك في قلوبهم، أنت ازرع اشتياقهم ليك، أنا إحنا هنعمل إيه لوحدنا؟ يعني نزلت العربية واخدت وطلعت العربية، طلعت من الجراج، وبعد ما الجراج قفل لقيت الجراج بيفتح وحد يقول دادي wait for me I'm ready I'm coming with you. أكن دي كانت عربون، مش بعاوز أقول لكم إن دي كل مرة بتحصل، لكن أكن دي عربون من ربنا بيقول لي إيه، حطها في إيدي وأنا هتصرف، ادهاني وأنا هستخدم وأنا هشتغل في أولادك، لكن مش بقدرتنا ولا بتعليمنا ولا بمهارتنا ولا لا، هي في الاخر حتى لو احنا لايصين نعمل زي والدة الكاهن الجميل ده وتقول يا رب احنا مش عارفين نرب العيال، احنا مش عارفين مش قادرين، احنا عاوزينك يا رب انت تتدخل وانت تعمل فيهم وفينا. بس افكر حضراتكم انه احنا علينا مسؤولية، انا دي الحتة دي انا بس افكركم بالمسؤولية اللي علينا في وقت الوصية اللي بتاعت المعمودية. انا I highly 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 recommended ارجعوا للوصية، كلنا عندنا كوبتيك ريدر، ارجع للوصية وشوف الوصية بتاعت الاطفال المعمدين بعد المعمودية، شوف الكتاب، شوف الكنيسة بتقولنا ايه من مئات السنين. العشرة كوماندز دول انا ايه غششهم، انا غششهم من الوصايا، في طبعا وصايا اكتر من كده بس انا ملخصهم في 10 يعني اجتهدت في الموضوع ده، في طبعا في حاجات وقعت. نمره واحد يقول لك علموا الولاد قرايه الكتاب المقدس اللي هي الذي هو انفاس الله، اللي هو الكتاب المقدس اللي هو اكنك انت واقف، لما الواحد بيبقى حاضن طفل صغير ومثلا طفل عنده برد ولا حاجة ولما بياخد نفس بيعمل صوت، تبقى سامع نفسه في ودانك جامد،
يقول كده ان الكتاب المقدس هو انفاس الله. علمهم ازاي يفتحوا كتاب مقدس، ازاي يقروا البايبل. حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 دلوقتي، الجيل اللي طالع، الريسيرش بيقول ان الجيل اللي طالع المولودين بعد سنه 2000 لدلوقتي 20 سنه واقل، كل 100 ولد وبنت من دول 96 ولد وبنت من 100 بيبصوا على العالم بمنظور غير كتابي. يعني ايه؟ يعني لما يجي تبص مثلا حد بيسرق يقول لك ما السرقه غلط عشان القانون بيقول ان السرقه غلط، مش بيقول لان الوصيه بتقول لا تسرق. 96% من الجيل اللي عمرهم من 20 سنه مولودين من بعد سنه 2000 لا يروا العالم من منظور كتابي، لا يروا. اعلى نسبه الحاد في جميع الاجيال اللي فاتت في الجيل ده، اعلى نسبه ان تشيرش كيدز، ما بيروحوش كنايس في الجيل ده. فاحنا عندنا، طيب نحط الكتاب المقدس، انتم مسافرين مثلا نازلين ايه لايه، ولا رايحين عندكم فرح، ولا عندكم خروج، بدل ما نفضل نشغل اخبار وميوزك، طب ما نشغل الكتاب المقدس وعندنا اب شغاله انجليزي، شغاله عربي، شغاله لغات مختلفه، ونسمع بس كلمه ربنا في كل موقف، في كل مره احنا بنركب فيه العربيه. تخيلوا هنعمل قد ايه ديبوزيت، قد ايه ايداع للوصيه في قلوبهم واحنا سايقين كل الفترات دي. نمرة واحد، تيتش الولاد الكتاب المقدس لأنه هو أنفاس الله. نمرة اتنين، مروح الكنيسة من بدري. لا العشية دي بتاعت الخدام وباكر ده، احنا قول لي يا ابونا هو التناول امتى عشان نيجي قبل التناول بشوية عشان نتناول. الأهالي بيروحوا من بدري للكنيسة، في علامة فارقة في حياة الولاد عن اللي بيروح طياري ودرايف ثرو وعاوز يخلص. نمرة تلاتة، علموهم الصوم الأربع والجمعة، ده اللي بدأ يبقى عامل زي الديناصورات لكنه ليس له وجود. تسأل الناس يطلعوا من قداس يوم الأربع على إن أن أوت، انتوا رايحين فين يا جماعة؟ احنا رايحين إن أن أوت، أبونا تيجي معنا. طب أنا هاكل إيه في إن أن أوت؟ معلش يا أبونا، احنا يعني متأسف. لا تخطر على البال يوم الثلاث بالليل بنحضر للعيال اكل غير صيامي، واحنا الضمير ما في، عادي جدا يعني، ما ايه المشكله، هنعمل لهم ايه؟ نمره واحد، علموهم، خلينا نقعد قدام الكتاب المقدس الذي هو انفاس الله. نمره اثنين، حضور، انا بكلمكم دي 10 وصايا من وصايا الكنيسه للاهالي بتاعت المعمدين. نمره ثلاثة، الصوم. نمره أربعة، احموهم من الأماكن غير المقدسة. تخيلوا الوصية مكتوبة من مئات السنين. قال خلي بالكم ما تخليهمش يروحوا أماكن وحشة. طب أنا بدي التليفون للولد والولد التليفون مفتوح على كل حاجة ومفيش كنترول والعيال بتعمل اللي هي عاوزاه. طيب هل أنا أمين في الجزئية دي ولا لأ؟ الكتاب المقدس يومياً، حضور الكنيسة من بدري، الأصوام. طب هل إحنا كأهالي إحنا بنصوم؟ Big question mark. هل إحنا عايشين في مخافة ربنا؟ هل إحنا بنحاول نبروتكت ديم ولا لا؟ نمرة خمسة، protect them from evil friends. إن نحميهم من أصدقاء الشر أو أصدقاء السوء، لأن إحنا عارفين إنه bad company corrupt good habits. Teach them the ways of God. علموهم طرق ربنا. Teach them the fear of God and the honor of the commandment of God. لا احنا ازاي يا حبيبي احنا ناخد حاجة مش بتاعتنا، حتى لو هم مش دارينين. طب احنا ناخد في وسطنا حاجة غير مقدسة تبقاش بتاعتنا، ونعمل زي شعب بني إسرائيل لما كان في وسطهم حرام. ازاي حد مش ممكن نعمل كده؟ ازاي يا ابني حبيبي تبص على حاجة لا تقدس الله ولا تمجد ربنا؟ طب ازاي انت بتفتخر؟ يعني انا قصدي حتة ان الواحد في قلبه مخافة ربنا وتقدير الوصية، مش لا يا حبيبي احنا نشرب شيشة مع بعض، ايه المشكلة، خليك كول. نمرة 8،
دي بقى من أجمل يقول لك lend your ears to them, سلفهم ودانك, سلف العيال ودانك. يعني إيه؟ يعني اسمع 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 اسمع. احنا اول ما العيال بتتكلم كلمتين واحنا مش عاجبنا الكلام بنقلب عليهم وبنقلب الترابيز عليهم, وانت عملتي وانت مش عارف ايه وانا هو. اسمع اسمع اسمع, لانه هم عاوزين حد يحتويهم, عاوزين حد يسمعهم, عاوزين حد يهتم بيهم. نمرة 9, establish them through, يعني ابنيهم من خلال الديسيبلين والسبورتس. تخيلوا الكنيسة قايلة على الديسيبلين والسبورتس من مئات السنين, انه يبقى فيه سيستم, ما فيش قهر, ما فيش ضرب, ما فيش سوري في الكلمة, قلة قيمة للولاد, لكن في ثواب وفي عقاب. حبيبي انت عملت كده, مش هينفع تعمل كده, انت احنا اتمناكي على دي, انت ما كنتيش امينه في دي, طيب الحاجه دي هتتاخد منك لغايه لما يحصل تغيير. في اسلوب كله في احترام وفي تقدير, لكن في نفس الوقت فيرم. اخر حاجه اللي هي نمره 10, ازرعوا فيهم الفضائل, ازرعوا فيهم حياة التسبيح, ازرعوا فيهم النقاوة, ازرعوا فيهم الأوبيدينس والطاعة والمحبة والقداسة والرحمة والعطاء, ازرعوا فيهم مخافة ربنا, ازرعوا فيهم طول الأناة, ازرعوا فيهم أعمال الصالحة, ازرعوا فيهم الأونستي and every good deed. لما نيجي نحط كل حاجة مع بعض, النموذج بتاع الابن الضال وزي الأب حب واستنى وخلى الابن يجوز في الأخطاء, حتى احنا عارفين انهم بيعملوا غلط, لكن خليهم يجوزوا في الأخطاء دي عشان ينموا ويتعلموا المسؤولية, ونفتح لهم الباب ونقبلهم ونخليهم يرجعوا بلا شروط. خدنا السبعة, البيرنتينج الهليكوبتر اللي هو كل حاجة بيعملها للعيال, الانكوبيتر اللي عاوز العيال سوبر كيدز, الكويك فيكس لزق 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 ومهم سكت العيال, الأب والأم الكول اللي تعالى نشرب مع بعض حبيبي, الأكسسوريز العمالين بندي للعيال حاجات عشان قيمتي الولد في الحاجة دي أو البنت, البارانويد بيرنت الخوف والقلق اللي بنزرعهم في الولاد. طب وفين الإيمان وفين الثقة بربنا وفين إن أنا هنلقي كل همومنا عليه لأنه هو يعتني بنا. السكندري بيرنت اللي يعني انت ايه في الطناش بقى ايه, اديهم الطرشة واللي يحصل يحصل وانا مال انا داخل انا. واخر حاجة العشر وصايا بتاعت الاطفال اهالي الاطفال المعمدين, الوصية الكتاب المقدس, حضور الكنيسة من بدري, الاسوان نحميهم من الاماكن الوحشة, نحميهم من الاصدقاء السوء, نعلمهم طرق الله, نحط في قلبهم مخافة ربنا, نسلفهم ودن. عارف تسلف حد حاجة يعني كنا مش بتاعتك خلاص, اديتها له, اديت له ودنك, لأنه بيفرق قوي مع الولاد السايح. نسمعهم نقومهم بالديسيبلين والسبورتس, وآخر حاجة نزرع فيهم الفضل. ولربنا المجد دائما أبديا آمين. شكرين يا أبي, ربنا يخليك لنا. قلت سابونا بشوي تختم لنا بخير. أي شبونا دايما محبتك قلت سابونا بولس.